للمزيد حول تطورات المشهد في الجزائر في ظل الحرائق التي تضرب عددا من المدن والولايات الجزائرية، تنضم إلينا عبر الهاتف من الجزائر العاصمة الصحفية الجزائرية مريم شرايتية. سيدة مريم، مرحبا بك. 50 حريقا في عدد من المدن والولايات الجزائرية، كيف تسير الأمور الآن وكيف تصفين الجهود لإطفاء هذه الحرائق؟ السلام عليكم. حاليا الجهود متواصلة لإخماد أكبر عدد ممكن من الحرائق. توجد بعض الولايات التي تمكنت نسبيا من إخماد عدة حرائق وتخفيف الخطر على سكان القرى المجاورة للمناطق الجبلية. ولايات أخرى تشهد وضعا صعبا مثل تيزي وزو وولاية الطيف وولاية بجاية، وهذا نظرا لطبيعة هذه المناطق التي تحتوي على الكثير من أشجار الزيتون والكثير يعني من المناطق الغابية الكثيفة. حاليا آخر حصيلة للمصالح الحماية المدنية سجلت 65 وفاة، منهم 37 مدنيا و28 من أفراد الجيش الوطني الشعبي. يمكن القول أن التحقيقات حاليا تم مباشرتها للكشف عن أسباب هذه الحرائق، سيما وأن أطراف من الحكومة يعني أشارت إلى وجود نوايا إجرامية في هذه الحرائق التي اندلعت يعني دفعة واحدة. حاليا وصلت 99 حريقا في 14 ولاية، 24 منها كاملة بولاية تيزي وزو. يعني حسب السكان المحليين المنطقة من الغريب يعني أن تسجل هذه الحرائق في قرى ومباشر يعني متباعدة نوعا ما في وقت واحد، يعني أن يعني الحريق يعني هل تكشفت أسباب تلك الحرائق أم لا زال الأمر تحت البحث والتحقيق؟ نعم، هم لا زال يعني ألا زال الأمر تحت البحث والتحقيق؟ هل تكشفت الأسباب؟ من يقف وراء إشعال هذه الحرائق؟ أكيد يعني أنه يعني السلطات يعني لديها معطيات أولية، لكن لحد الآن لا توجد يعني نتائج نهائية للتحقيقات، التحقيقات مستمرة. هي ظروف الجوية صعبة نوعا ما في هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكن يعني أعضاء من الحكومة يعني أشاروا إلى وجود يعني نوايا إجرامية ساعدتها هذه الظروف يعني الجوية الحالية. حصلت قبل ذلك حرائق في تركيا طبعا، وفي الجزائر يوجد أيضا غابات شاسعة، ولكن الحكومة يعني ألم تنتبه الحكومة إلى هذا الأمر؟ يعني ألم تأخذ احتياطاتها مثلا؟ الآن يعني تتحدث عن استئجار طائرات لإخماد الحرائق. نعم، هي منذ شهر جوان الماضي سجلت حرائق يعني وتم إخمادها في ولاية خانشلا كما تعلمون. منذ ذلك الوقت يعني كنا نحضر اجتماعات دورية لأعضاء من الحكومة ومكلفين بالمديرية العامة للغابات، كانت تقوم بتحضيرات يعني أنشأت لجان قضاء لمتابعة الأوضاع في الغابات، لكن لحد الساعة لا يتوقع الكثير من المعلومات يعني حول طبيعة يعني تفاصيل هذه الإجراءات، كما أن أيضا الإشارة إلى وجود يد إجرامية يعني يبقى يعني لربما يجعل هذه الجهود يعني غير كافية. سيدة مريم، يعني الحكومة تتحدث عن نيتها استئجار عدد من الطائرات من أجل إطفاء هذه الحرائق، والأمر الآن في غاية الخطورة ويحتاج إلى قرارات سريعة. الآن ماذا بشأن ذلك؟ نعم، ماذا بشأن الحديث عن استئجار طائرات من أجل إطفاء الحرائق؟ لحد الآن يوجد يعني قرار من الحكومة لاستئجار هذه الطائرات، لكن متى ستصل وكيف يعني لا نعلم لحد الآن. الوضع يتطلب تدخل سريع وعاجل يعني. أيضا وزير الداخلية الجزائري لم يستبعد أن تكون الحرائق مفتعلة. هل هناك يعني. هل هناك مثلا معلومات سربت عن شكوك تجاه أطراف ما؟ ليس بعد يعني. لا يوجد حاليا أي شكوك. يوجد يعني أن المناطق نقدر نقول أن المناطق اللي تعرضت للحرائق كلها يعني مناطق تشهد نشاطات اقتصادية متنوعة. الجزائر مؤخرا يعني في المجال الاقتصادي أطلقت عدة مشاريع لمؤسسات صغيرة ومتوسطة متمركزة أغلبها بهذه المناطق التي مستها الحرائق. يمكن يكون في يعني رابط
للمساس يعني بالاقتصاد الوطني في الموضوع، لانه كانت الحكومه فطرت هدف يقولوا 5 مليار دولار من الصادرات الجزائريه خارج المحروقات بنهايه العام 2021، ويعني هذه الفتره اللي تعرف جاهزيه العديد من المحاصيل الفلاحيه التي كان يعتمد عليها لرفع قيمه الصادرات. شكرا جزيلا لك من الجزائر العاصمه من الجزائر العاصمه الصحفيه الجزائريه مريم شرايطية، شكرا لك.